بعد التوضيحات التي قدمها السيد عكس قسم الممتلكات وبعد اطلاع اعضاء اللجنه على الرساله العامليه التي بموجبها طالبت عمل العرائي بتحديد كناش التحملات وادخال ملعبي القرب ضمن المرافق المتواجده بهذا المنتزه وبعد مناقشه هذا الملف اوصت اللجنه بما المزيد بما يلي. الادخال في دفتر التحملات لا ترى اللجنه بمرافق العموم القادمه بشرط التعاون الدولي مانعا في ادماج ملعبي القرب في التواجد بمنتزه غابه اولمبيكا ضمن كناش التحمل مورد تعديله. يعني حنايا ما عندناش مشكل مع ادخال كناش التحملات. كما ارتأت يعني كاين هناك راي اخر من الاحسن ان يخصص كناش التحملات مستقل بهذا الملعبين وفق شروط جديده. كما يعني اوصت اللجنه اجراء صفقه جديده مستقله مفتوحه للعموم بخصوص هذين الملعبين وفق مبلغ جديد للصفقه تحدده الجهه المختصه بالجامعه وشكرا.